وصلنا للماتش ديال البارح ديال المغرب مع ماس الصباح. شعلت الراديوات كلشي كيغوت كلشي مقلق، المدرب خصو يمشي، اللعابه ما كانوش مزيانين، حتى انا مقلق. ولكن الحاجه اللي كتثير انتباهي دائما، طبيب منين كيدير عمليه جراحيه ما عمر شي واحد ما تيجي تيقول ليه لا ما كانش خصك دير بحال هكا. محامي ملي كيترافع على قضيه ما يكلكش تجي تقول ليه لا ما كانش خصك ترافع بحال هكا. ولكن المدرب ملي كيغلط كلشي كيولي مدرب. واش انت مسطي مخرج بوفال؟ ما كتشوفش بون. خرجت لا كومبيلاسيون ديال الماتش ديال البارح، هذه الاغنيه اللي غنينا حنا كمغاربه البارح. كانت قويه الاغنيه اللي غناو اللعابه ولو ستاف ديال المنتخب من بعد الماتش. وحشاني الدنيا في بلدي، عايز اروح بلدي. الاغنيه اللي غنى حكيم زياش لفهيد هاليلوزيتش. الأغنية اللي غناو المصريين المغاربة من بعد. عارفاكي بتكرهيني، عاملالك أزمة يا عيني. والأغنية اللي غناها الجمهور المغربي من بعد الماتش.